هذا الميدان ميدان سيف العرب لسباقات الهجن العربية الأصيلة بانطلاقة شوطنا العاشر على بركة الله. مشاهدينا الكرام، ينطلق شوطنا العاشر ضمن هذه المنافسات التي تأتي ب 18 شوط هنا على أرضية هذا الميدان. البداية مشاهدينا الكرام والصدارة والانطلاق المميز، انطلاقة موفقة واندفاع مميز لهذا السن من مسافة 2 كيلومتر. البداية نتابع المركز الأول، نتابع شاهين حمد بن ضبيب بن سليمان الشامسي أبو القعقاع هناك يقدم لنا البداية ويقدم لنا شاهين مع المركز الأول. المركز الثاني هناك سيف العرب مطر بن عبيد بن غدير الاكتبي مع المركز الثاني وهو منطلق هنا على أرضية هذا الميدان، أرضية ميدان سيف العرب. المركز الثالث هناك ضاري سعيد بن شطيط بن علي المدهوشي يقدم لنا ضاري مع المركز الثالث. والمركز الرابع رابع المراكز مشاهدينا الكرام شاهين سعيد بن سليم بن حربي العامري صاحب أفضل توقيت زمني في صباح هذا اليوم. هنا ينطلق من خلال هناك شاهين مع المركز الرابع والمركز الخامس، خامس المراكز مشاهدينا الكرام. هذا هو هناك مناور محمد وخاطر بن هاشل الشامسي يقدم لنا مناور مع المركز الخامس، وبن حمرور ايضا قادم للمنافسه هنا مع مكلف حمد بن سهيل بن حمرور العامري. هكذا الاسماء المنطلقه، الكيلو الاخير الكيلو الخطير بقياده هناك الضاري، بقياده الضاري على المركز الاول سعيد بن شطيط بن علي المدهوشي. يقدم لنا ضاري على المركز الأول. هناك شاهين يأتينا مع المركز الثاني القعقاع بن حمد بن ضبيب الشامسي يقدم لنا شاهين مع المركز الثاني. والمركز الثالث هناك سيف العرب مطر بن عبيد بن غدير الاكتبي مع المركز الثالث. والمركز الرابع رابع المراكز هناك شاهين سعيد بن سليم بن حربي العامري. الله الله، شوف الانطلاقة الرائعة هناك لبو سليم. بو سليم قادم يبحث عن نقطة ثانية لأهالي زاخر، لأهالي زاخر يا سلام، غير البداية وغير صدارة هذا الشوط مع هناك مع أيضا المنطلق شاهين. شاهين على البداية، سعيد بن سليم بن حربي العامري 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 للمرة الثانية لأبناء زاخر هناك، لأبناء زاخر حيث مشاهدينا الكرام يتابعون أدائه مع البداية مع صدارة هذا الشوط. شاهين سعيد بن سليم بن حربي العامري العامري، الأمتار الأخيرة اصمد يا بن سليم، اصمد مع البداية، اصمد مع الصدارة، روح مع أفضل توقيت مع صدمة. وهنا يأتينا مع شاهين سعيد بن سليم بن حربي العامري للمرة الثانية على التوالي. سلام يا زاخر، سلام سلام زاخر سلام، واسعد الله صباحكم. هذا بكل خير على فوز شاهين بالمركز الأول. صدمة وشاهين هو من يفوزان في صباح هذا اليوم. تانينا والناموس سعيد بن سليم بن حربي العامري ضاري مع المركز الثاني. سعيد بن شطيط بن علي المدهوشي سيف العربي يأتينا مع المركز الثالث. مطر بن عبيد بن غدير الاكتبي. هكذا النتيجة للثلاث ثلاثة المراكز المتقدمة. نعود بالتهنية لمالك شاهين سعيد بن سليم بن حربي العامري. التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام 3 دقائق و4